وطرحت على الرئيس زيلينسكي انه بتأمن له الحماية وبتنقله خارج المنطقة. ولكن وحتى سمعنا كمان انه اشتغلوا هني والاتراك امنوا طيارة تروح على كييف لا تنقله. ولكن في نهاية المطاف الرئيس الاوكراني كرر البقاء وكرر الاستشهاد في ارضه عوضا عن الزل والانسحاب والهروب من اوكرانيا، مما دفع بالمجتمع الدولي والشعوب في كل العالم بالمظاهرات وتلبية نداء الرئيس زيلينسكي حتى للذهاب والمقاتلة دفاعا عن أرض أوكرانيا، مما أجبر رؤساء الدول الغربية بالتصعيد بالعقوبات ضد روسيا. وهذا الذي نشاهده اليوم، صراعات عقوبات وهجومات من روسيا وعقوبات دولية، وهذا ما يجبر الرئيس بوتين ربما للتراجع أما للمواجهة أكثر والحصول على رأس الرئيس الأوكراني. وهذا يعني بعض الأمور سارية بالشوارع وأينما كان، ولم نعرف النتيجة بعد، ومن المبكر أن نعرف النتيجة. أنا أتصور بأن الغرب، الرؤساء الدول الغربية وخاصة اليوم أوروبا، حطوا عقوبات على السويفت وعلى المعاملات المالية لأوكرانيا ولروسيا، وهذا شيء إيجابي. ونطلب حتى من إدارة الرئيس بايدن أن تفعل ذلك وتأتي إلى مستوى أوروبا بالعقوبات ضد روسيا، وأن ينسحبوا اليوم قبل غد من مفاوضات فيينا مع الإيرانيين، لأن هذا يشكل مواجهة جدية حقيقية تجاه شعوب العالم واحترام حقوق الإنسان وحقوق مصير هذه. تمام كلام مهم أستاذ توم. دكتور يوسف، أمام هذا الضغط العالمي الأمريكي والأوروبي، كأنه وقع بوتين بالفخ والآن يتم خنقه، هل سيتراجع كما أشار الأستاذ توم أم سيمضي قدوما؟ إذا ما أردنا أن نحلل بالعمق وندخل في الحيثيات، أنا لا أتوقع بأن بوتين بهذه السذاجة الذي تجعله أن يدخل بهذه الطريقة وأن يجتاح شمالا شرقا جنوبا وأن يضع الخطط وأن يجهز مئات الآلاف من الجنود وهو يعلم بأنه يتعرض أو سيتعرض إلى عقوبات اقتصادية وحظر وعقوبات قضائية ودعاوى دولية وحظر هنا وهناك.